ما يخص بتأهيل التجهيزات الأساسية للقطاع ديال التعليم، تم إنجاز تقريبا 2894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة وبناء وتوسيع وتأهيل البنية التحتية في قطاع ديال التعليم بنسبة تناهز حوالي 76%، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية ب 1712 عملية فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و 139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية، إذ سيعرف تصنيف الجماعات حسب المؤشر ديال الولوجية لاكسيسيبيليتي إلى البنية التحتية التعليمية، حيث ارتفعت عدد الجماعات بهذه الفئة من 699 en 2016 إلى 747 في نهاية 2022. وحسب المؤشر ديال الجودة ديال البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز، لأن كاين دي كريتير ديال كل كومون والاكسيسيبيليتي ديالو، واش وصل الماء، واش قريب للطريق، واش تحسنات المدرسة، واش كاين واحد العدد ديال لي كريتير، وفيهم يعني الأرقام، وهذا الشيء عملناه لجميع الكومين، وهذا النتائج اليوم من بعد ما يعني الحمد لله البرنامج زاد بواحد الطريقة كبيرة، وكما قلت لكم إن شاء الله ينتهي في هذه السنة ديال 2024. وحسب مؤشر جودة ديال البنية التحتية التعليمية، تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة 5 و 6 ب 56 جماعة، حيث ارتفعت عدد الجماعات من 364 إلى 402 نهاية 2022. والمجال الصحي، تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، كتحتل فيها المجالات الجبلية تقريبا خدات فيها 96%، مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء كتعلق بسيارة الإسعاف الوحدات المتنقلة، و 640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات يعني القروية، وهو ما ساهم في تحسين التصنيف ديال الجماعات من الفئه ديال 5 و 6 حسب مؤشر الولوج لاكسيسيبيليتي الى البنيه التحتيه الصحيه ب 94 جماعه اضافيه، وارتفعت من 640 في 2016 الى 734 في نهايه 2022. وما يخص مؤشر جوده لاكاليتي ديال هذه البنيه التحتيه الصحيه، كاين لاكسيسيبيليتي توصل ليها وكاين الجودة ديالها، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة 6 و 5 ب 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى تقريبا 795 جماعة نهاية 22.